صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يصح أن نقول إن لله تعالى رأس ولسان لأنه يتكلم حقيقة؟ ما نقول في حق الله إلا ما ورد به الدليل. الحين تدرسون سنين طويلة تسألون هالسؤال. ما يقال في حق الله إلا ما ثبت بالدليل في الكتاب والسنة، وما لم يرد به دليل فإننا نتوقف عنه. نعم.